ليست الأجسام الأنثوية الممتلئة جزءاً من البرنامج الرسمي لأسبوع الموضة في ميلانو، فطوال 5 سنوات افتتح أسبوع الموضة بأعمال إلينا ميرو مصممة الأزياء ذات المقاييس الكبيرة، ما شكل حركة اعتراضية ضد العارضات النحيفات، لكن هذه السنة تم استبعادها بشكل فجائي. العذر الرسمي هو أن الماركة لا تعكس صورة الموضة الإيطالية في العالم، لكننا لا نوافق على ذلك لأننا نعتقد أنه يجب تمثيل كل النساء في عروض الأزياء. وقد استمرت المصممة في عرض أزيائها على هامش العروض الرسمية، وراحت عارضاتها الممتلئات يتبخترن على منصات العرض وهن مختلفات كل الاختلاف عن النساء الهزيلات اللواتي تفضلهن دور الأزياء الكبرى، حتى إنه تم تنظيم مائدة بوفيه في الكواليس دعيت إليها العارضات أيضاً. حاولت أن أنقص وزني لأبلغ مقاساً صغيراً، لكن هذا مستحيل بالنسبة إلي، فعظامي كبيرة. مجموعة إلينا ميرو لربيع وصيف 2011 بمثابة تكريم لنساء خمسينات القرن الماضي، فملابس السباحة والفساتين المفتوحة تقول للنساء أن لا حاجة إلى الاختباء داخل ملابس واسعة إن كان مقاسك كبيراً. وجدت العرض مثيراً للاهتمام والألوان تلائم النساء الممتلئات. وفي إيطاليا الأرقام معبرة، فامرأة من أصل 3 ترتدي ملابس ذات مقاسات ما فوق الوسط.